هاي أمعاء دقيقة كولونات. نبدأ بالأمعاء الدقيقة. الصائم نلاحظ لمعته أكبر، كلمعته كبيرة نسبيا. تنيات الغشاء المخاطي شايفينها بالشفوف تقريبا. شو هذا؟ هي مساريق الصائم. هنا نلاحظ الأوعية، كيف الأوعية المستقيمة طويلة. هون هي قوس وحيد، هون ينشأ منه وعاء مستقيم طويل نسبيا بالنسبة للفائشي. هذا ما يميز الصائم عن اللفائشي، بأنه أوعيته مستقيمة طويلة وأقواسه قليلة. قوس وحيد، أوعية مستقيمة مباشرة من قوس واحد. نتابع هذا الصائم. مساريق طبعا لا يوجد حدود واضحة بين اللفائفي والصائم. بلشنا نقرب على اللفائفي. هاي اللفائفي وهي مساريق اللفائفي. هنا مقطع باللفائفي، بان السنيات المخاطية قليلة نسبيا. نتابع لفائفي. هي نهاية اللفائفي، هي الوصل اللفائفي الأعوري، وهون بالداخل الدسام اللفائفي الأعوري. هذا الأعور، قاعدة الزائدة الدودية. هون عادة مساريق الأمعاء، مساريق الزائدة، وهي الشريان الزائدي اللي جاية من الإليوكوريك، الشريان اللفائفي الكولوني. هاي الأعوار، هاي الكولون الصاعد، هاي الزاوية الكولونية اليمنى أو الزاوية الكبدية، الكولون المستعرض، الزاوية الطحالية، الكولون النازل، الكولون السيني. هون بشكل واضحة مساريقة الكولون السيني. هنا مساريق جزء من مساريق الكولون المستعرض، جزء من السرب الكبير، جزء من الشريان الكولوني المتوسط، طرف الشريان الهامشي. ما يميز الكولونات وجود الشرط الكولونية. هذا شريط كولوني، عادة الكولونات يحيط فيها ثلاثة شروط كولونية. هذا أحدها هون، وهو عبارة عن تجمع للطبقة العضلية الطولانية. هاي الشريط كولوني واضح، وهناك ثلاثة أسنان أخرى، يعني ثلاثة أيضا. هذه الشروط باعتبارها أقصر من بقية النسيج الكولوني تحدث فيه أسلاما، تحصل بينها قبيبات، تسمى قبيبات الكولون. هاي قبيبة، هاي قبيبة، هاي سلام، هاي سلام. ايضا في ميزه بس ما موجوده هون، هي وجود الزوائد السربيه. اذا ما يميز الكولونات وجود الشروط الكولونيه الطوليه، القبيبات الكولونيه، والزوائد السربيه. هاي مقطع الصائم، نلاحظ السنيات المخاطية، الطيات المخاطية غزيرة. نلاحظ بالشفوف أوعية مستقيمة مثل ما شفناها بها بالمجسم الماضي. هاي أوعية مستقيمة طويلة، هون في قوس، تحت في قوس آخر. بينما اللفائفي سنياته المخاطية أقل وأقواسه أكثر. طبعا مقطوعة هون ما مبينه.
وهي أوعية مستقيمة واضحة. صائم هي مساريقاه، هي أوعية مستقيمة أقواس أديلة هوني الصائم، هي عقد مساريقية متضخمة نسبيا، هي كمان صائم نفس الشيء صائم، هذا هي أوعية مستقيمة، هي التنيات المخاطية الغزيرة مبينة بالشفوف هون، هي الزائدة الدودية وهي مساريقها، هي الأعور. الشريان الهامشي.